بكاء دنيا سمير غانم لحظة تسلمها تكريم والدها ووالدتها سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري. طبعا ده كان أول ظهور للفنانة دنيا سمير غانم وهي بتبكي لحظة ما استلمت التكريم، وده يعتبر أول ظهور ليها في احتفالية فنية، وده منذ رحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وقبلها والدها الفنان سمير غانم. وطبعا المهرجان ده افتتاح الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وفي حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. ودنيا وجهت كلمة قصيرة في الحفل، قالت الشكر للحضور على تقديرهم لمسيرة والدها ووالدتها ولكل من دعا لهم، ومضيفة كمان حبكم هو اللي مصبرنا على فراقهم. وكمان استلم قبلها الفنان حسن الرداد جايزة باسم دلال عبد العزيز وسمير غانم بالنيابة، علشان ما كانش لا في الدنيا سمير غانم ولا إيمي سمير غانم، لأنهم كانوا في حالة سيئة جدا، واللي استلم الجايزة بدلهم هو حسن رداد زوج إيمي سمير غانم. وده اللي حصل في المهرجان النهاردة، وده كان أول ظهور لدنيا سمير غانم وإن هي تستلم تكريم لوالدتها ووالدها. لحد هنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. ياريت فضلا وليس أمرا ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وأكيد طبعا اشتراك حضراتكم شرف كبير ليا في القناة. تزورونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.